نفى لاعب نادي أبها السعودي عمار النجار الاتهامات التي وجهها له الدولي الجزائري مليك عسلة حارس فريق الحزم السعودي خلال المواجهة التي جمعتهما مؤخرا، معتبرا أن اتهامات عسلة لا أساس لها من الصحة. أنا استغربت كثير من الكابتن مليك عسلة أنه خرج واتكلم هذا الكلام. بالنسبة لردي اللي كان بعد المباراة صراحة أنا ما كنت عارف اللاعب إيش قال، لأن كنت بعده في المكدور وما كنت سامع إيش قال. لكن أنا حبيت إني أسمع الرجال عشان أنا لا أقوله كلام هو ما قاله زي ما هو قولني كلام أو إني أظلم هذا الرجال. تحصل مناوشات في كرة القدم طبيعية تصير. أنا رحت أتكلم معه إنه ممكن الشيء اللي قلته إنه عيب عليك إنك أنت هو لاعب كبير ولاعب إضافة لدورينا إنه يتكلم بهذه الطريقة معانا. أنا استغربت من إنه وجه لي أصابع الاتهام الكبيرة علي. ما كان بس عمار النجار اللي كابتن مليك عسلة أتلفظ عليه، أتلفظ على عدد كثير من لعيبة نادي أبها. لكن إحنا قلنا إنه ديدنا اللاعب السعودي إنه تنتهي المباراة ينتهي كل حاجة، وفي نهاية الأمر هذه كرة قدم فوز وخسارة. وأنا استغربت إنه وجه أصابع